قلة ضمير نظام الجزائر وحكومته مع الشعب ده أمر مفروغ منه وعرفناه وهم عارفينه والعالم كله عارفه. إنما المشكلة كمان قلة ضمير الشعب مع الشعب. قلة ضميرهم مع بعض. وده شيء عجيب جدا. تشوف الأكل بيتعمل إزاي؟ تشوف الأكل بيتعمل إزاي؟ لحم ودوارة دابح طبعا حمار ولا تلاقيه دابح جيفة حاجة ماتت، وفي مكان بيسوي على كاوتش، كاوتش رويضات بنوات قديمة بيسوي عليها وحاجة ما سيبك من وصف. أنا هوريك الفيديو دلوقتي، شيء يوريك إن ده بني آدم مش ما عندوش ضمير، ده بني آدم ما عندوش إنسانية، بيعمل سموم، سموم مكتملة الأركان، سم بما تحمله الكلمة من معنى، ويبيعه لمجرد انه يحقق ارباح. مش مهم اللي هياكله يغرفه، مصيبة تاخده من شغلي. زي الحرامي اسرق ومش مهم عنده غيره وجابهم منين هيحصل له ايه، مش مهم، المهم ان انا هم كده نوع من السرقة بلا ضمير. ده شعب بيتهم الحكومة، زي ما هتسمع برضو معايا في الفيديو، انتوا اعدائنا، انتوا اعداء بعض، انتوا اعداء جيرانكم، انتوا اعداء الناس، اعداء اللي ممكن يكون ما عملكش حاجة بس هو كده عادي من باب الاحتياط. يعادي المصري، يعادي الاماراتي، يعادي الكويتي، يعادي المغربي، يعادي التونسي، يعادوا بعض. قلة ضمير ده مجتمع يا جماعة لازم يصرخ في وجه بعضه. انتوا ازاي صابرين ومستحملين كده وقاعدين تسمعوا في امجاد احنا اللي حررنا فلسطين واحنا اللي حررنا مصر واحنا اللي حررنا عيشة الكون، وامريكا لم تؤمرك الا بينا، وفرنسا لم تفرنس الا بينا، واحنا اللي عملنا ومسكرة من معسكرة، واحنا كنا اسطول وكنا ملوك البحر. ليه يا عم؟ ايه اللي هيفيدك في الماضي العريق ان كان عندك ماضي عريق اصلا وحاضرك زفت كده؟ شوف شوف اللي عايز اقوله لك واستنى سمعك هم بيقولوا ايه. هذه ملفوف ولا نتعرف بقرة؟ هذه دوارة. دوارة اللي تعيش دير بيها، تبيعها هذه ولا تاكلها ولا؟ في العظام قلت لك شوف، في العظام يشعل به النار ويطيب به الدوارة هذه. يطيبوا بالروض هذه. يطيبوا بالروض. يا مولانا واش راكو بكينا؟ طيبوا بالروض شوف. مريقلة. تمليح. ها؟ زاهي. طيبوا. هذا واشنو هذا بكينا؟ ها؟ طيبوا بالروض جماعة هنا، واشنو هذا؟ شاشة الدود هنا راني نقول لك تعرفي يا مولانا. شاشة الدود دير حال. شوف البوزلوف هنايا. هذا الدروك هذا جماعة حق من بعيرة هنايا، قلت لك راهي تربح. بسم الله بسم الله، هنا الدماوات دايرين حالة. بسم الله. السلام عليكم. واش راكم؟ مريقلين؟ هذا حاشي هذا. أو حاشي قلت لك هنايا تمت الذبيحه نتاعو في المكان هذا وفي هذه الاجواء اللي راكم تشوفوها معنا، وعادي جدا غذاؤكم ترعاه ايادي امينه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم. يا عم وراك عمليه الذبح، جابوا البعير بيذبحوه في الاماكن، غذاؤكم في ايادي امينه زي ما قال لكم اهو، وبالمغسخ وبالدود والدواره وسويه بالروايض دول بني ادمين بيبيعوا المفروض لبني ادمين شعبهم. كل اللي انت شايفه دول ما فيهمش واحد ضميره اتحرك وبيطيب زي ما انت شفت، وشفت الدود والدنيا شعب ادي ده عن فيهم واحد عنده ضمير. في الغش في كل مكان، في كل بلاد الدنيا في غشاشين، بس بيبقى عنده مستوى للضمير، في مستوى. انما ده وصور وعادي والدنيا ماشيه وبيس وبياكل قرقور، ويجي يقول لنا يا فقراء يعني يا اللي مش لاقيين يا اللي وعايز يجيب سياحه تاكل ده السم الهاري ده. تخيل تخيل. ودول شايفين الحكومه دي صفاتها ونعتها، والرئيس صفته ونعته، والجزائر الجديده ليه ما تبقاش جديده، وخيرنا فين؟ دول نفسهم اللي بيسموا الاخرين ويروحوا مستشفيات ما يلاقوهاش والدنيا ولذلك بقول لك الطينه من العجينه. انت بتلوم غيرك والعيب فيك،
كله كده. ولذلك بقى عبد المجيد شايف برضو ان هم كده، ولذلك يقول لك ايه لما تقول له ما فيش عدس وفي لوبيا يبقى محتكر، يبقى في واحد عديم الضمير زي ده كده، واحد عديم الانسانيه، واللي هحكمه هنفخه واللي هنفخه، ما هو عشان شايفين ده، طلع شايف اللي احنا مش شايفينه، ان كلهم يستحقوا كده، هو شايف ان هم يستحقوا اصلا. انت مش فاهمك، انت تعرفهم ما تعرفهمش، سيبنا انا بقى اللي عارفهم، ما يسووا وما يصالحوا. الشعب ده، دول الشعب مع بعض، ده هيبيعها للشعب مش للحكومه ولا لشعوب اخرى، ده هيبيعها للشعب بالدود والمنظر ده والدواره وتمام ويعلقها واخر حلاوه. شوف بقى كمان المواطن وصل لمرحله ان الحكومه لقتهم كده، قالت لهم بقى ايه مع بعض، انتوا دود مع بعض. اسمع، عدياننا هذا مش دولتنا يا رحم، انا حبان الوالي ولا المير ولا ما على بالي، شاف دايره واحد يضرب على حي 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 550 مسكن، هذا حي معمل نجاح. شوفوا هذه الضربه، هذه علاش انا مخيط انا سبع نفدات نحيها، هذه حقره، هذه حقره، هذه حقره، حقرونا بزاف، حقره طن حقنا، اعطونا حقنا، حقنا هذا واش نطلبوا منكم، حقنا لو كان تجيبوها بغرانا حنايا افرصه، انتم اعطونا حقنا، بترول ديتوها، الزيت قعرتوها، الماء ما كاش، النار شعل في كل بلاص، اعطونا حقنا يا ربكم، اعطونا حقنا، هذا واش نطلب من رب الدولة تاعنا اللي تعز مر، وسمحوا لنا يا اللي ما على بالكمش باللي الحاله راه تحت حقنا، انتم الكبار الله غالب. زي ما انت شايف كده، المواطن يهاتي في نظام، نظام لا يحترم المواطن، ومواطن لا يحترم المواطن، وكله في كله، ولما تشوفه قول له. عشان كده بقول لك مش هتمشي خطوه لقدام، وحياه عبد المجيد وشرف شنجريحه ورحمه شرف شنجريحه ما هتمشي خطوه لقدام، كله كده. التاجر محتكر والحكومه فاشله والرئيس فاشل، وانتوا حجرين في بعض، انتوا كده. عشان كده بقول لك لازم تسمع انت وتواجه ده انت، بدل ما تيجي تعادي الاخر. يعني يا قرقور، مشكلتك جوه الجزائر اكبر من عداوتك لاي حد تاني. الجزائر من الداخل، جزائري مع جزائري ثم جزائريين مع نظام، اهم من عدائك مع المروك يا جدك. المروك يا جدك انساه واسمع مني وانا اضمن لك، المروك ما عندكش مشكلة معاه اصلا، ولا المروك شايفك اساسا، المغاربة مش شايفينك، ولا هو عمره كان عدو ليك، ولا عمره كان المفروض يكون عدو ليك ولا اي بلد عربي، ولا غزة مستنياك، ولا فلسطين مستنياك، ولا حد في فلسطين شايفك ولا مستني منك شيء. دعك من البلوزاريو، دعك من البلوزاريو اللي ضيعت عليه هذا المواطن اللي بيصرخ ده، حقك عند البلوزاريو يا جدك. صاروخ بمئة ألف دولار ومئتين ألف دولار، والدبابة والأوتوموبيل والرصاص والذخيرة، ملايين الدولارات تنفق على مين؟ على اللا شيء اللي انت شايفه في الجنوب، وانت قاعد تصرخ وتقول عايزين حقنا. محدش هيسمعك، لان محدش بيحترمك، لانك انت ما احترمتش بلدك ولا احترمتوا بعض ولا رعيتوا بعض. المشكلة معقدة ومركبة يا عبدقة، مشكلتكو مع بعض، جزائري في جزائري، ده اولا لازم يبقى مفيش مشكلة جزائري جزائري عشان تبقوا ايد واحدة. سياسة فرق تسد التي زرعها فيكم المستعمر زمان ثم المستعمر الجديد الحالي، المستعمر البومدياني ده، من ايام العشيرة السوداء وما قبلها بيشتغلوا معاكوا على سياسة فرق تسد، وانتوا بلعتوا الطعم بعدوانيتكم لبعض واستسهالكم العداء اللي خلاك منفوخ عدواني بهذا الشكل ضد الاخر كله، ويوجه عدوانيتك للمروك والمصر والسعودية والامارات وتونس ور نعادي الكل، تكره الكل، عندك مشكلة مع الكل عشان تبقى زي ما هم شايفينك دلوقتي كده، عشان يبقى صراخ كل واحد كده لوحده، عشان يبقى كل واحد حجر التاني اكتر، عشان انتوا تعملوا في بعض كده، عشان النتيجة تبقى اللي انت شايفه دلوقتي ده، قاعد في المرضية اخر حلاوة ضامن ان انتوا واكلين بعض.
وطلقكوا على بعض. تكلمه تقول له ده في مشكله في الجزائر يقول لك ما يسوا وما يصلحوا خليهم انا اللي عارفهم واللي احكمه وانفخه ان المحوا ونرجعوا ولا صح. المشكله فيكم وقيس ده على كل شيء وعلى اي شيء تلقى ان المشكله معقده ومركبه. ده اكل يا جماعه اللي انت شفته ده اكل بني ادمين بيعملوا بني ادمين لبني ادمين ولا ضميره اتحرك وقاعد يذبح في جمل معرفش بقى ده كان عايش ولا مات في طيس ولا كان مريض ولا ايه حكايته. وهات وسلخ وقطع ارمي رويدتين ولع طيب عبي ادي للقرقور. القرقور مش لاقي اصلا بالنسبه له ده هنا الهنا بدوده. شيء حقير ووضيع شيء محتاجك ان انت وهو تقفوا مع بعض. اقفوا مع بعض اولا حبوا جيرانكوا اولا واعرف ان عداوتك مش مع جارك وعمر ما في مكسب ولا مصلحة من عداوتك لجارك. واعرف ان انت ما فيش مصلحة من دعم ما يسمى الشعوب المقهورة والبطيخ ده دي نصبايا كلها عشان يسرقوا فلوسك ويخلوك واقف تصرخ بهذا البؤس وتاكل من هذا البؤس. ثم لما تتحدوا وتبقوا بني ادمين هذا النظام هيعمل لكم حساب. انما طول ما انتوا قراقير كده طول ما انتوا قراقير وبهذا المستوى محدش هيحترمكم. خالد نزار هيلعب بيكم وفيكم ومدين الجنرال توفيق وشنجريحه وهذا البطيخه وكل من هب ودب هيلعب بيكم وفيكم وهيخليكم زي ما انتوا شايفين كده. والنتيجه ولادك بيخسروا مستقبلهم واحفادك بيخسروا مستقبلهم وبلد المفروض عنده ثروات بقى فقير معدم وشعب واقف يصرخ فرادة كل واحد يصرخ لوحده كده والناس تتفرج عليك وتقول يا عيني على البلد اللي كان المفروض يعيش زي السعودية والإمارات وقطر. شفت مواطن قطري واقف يصرخ كده؟ شفت مواطن إماراتي واقف يصرخ كده؟ شفت مواطن سعودي واقف يصرخ كده؟ ايه اللي ينقصك عنهم؟ هم ما عندهمش بولوزاريو، هم اهتموا بشعوبهم، هم ما عندهمش كبرانات. فهمت ازاي؟ هم شعب بيحب بعضه مش زيكم. ولا يمكن فيكم حد ينكر كلامي ده ويقول مش موجود. موجود وانت عارف. وطول ما هو موجود هتبقى النتيجه زي ما انت شايف كده ومش هتتغير. وما تستناش حد يجي يحكمك بعصا موسى، مش هيحصل. العيب فيكم وفيهم برضه. يا رب تفهم. دي الحكايه. اشوفكم على خير.